السلام عليكم، شلون الشباب؟ اتمنى تكونون باحسن الاحوال. فيديو اليوم راح احكي لكم عن قص الشعر، لانه جتني هواي مسجات على الانستغرام يسالون بيها شو المستحضرات اللي استخدمها وش اسم قص شعري وشلون اسوي قص شعري. فحتى اجاوب على كل هذه الاسئله خليكم بالفيديو حتى نشوف التسريحه. وكل معتاد قبل لا أبدأ بالفيديو أنصحكم متابعة حسابي على الانستغرام، لأن دائما أنزل بيه شغلات تخص الشعر، تخص البشرة، تخص الفاشن بشكل عام، فأنصحكم متابعته. قص الشعر هي قصة كلاسيكية ممكن شايفها بالأفلام القديمة. هذه القصة نقدر نسويها بالأماكن العامة وكذلك بالاجتماعات الرسمية، وبخصوص الملابس ترهم والملابس الرسمية والملابس الكاجوال. وهذه القصة بها نوعين، أما تكون الصفاح عالية تكون كلها مستوى واحد، أو تكون مدرجة بهذه الطريقة. وهسه بعد ما عرفنا أساسيات هذه القصة خليكم بالفيديو حتى نتعلم طريقة تصفيف هذه القصة. الخطوة الأولى إنه تغسل شعرك وتنشفه بالخاولي، وننتقل بعدها للشسوار. الخطوة الثالثة راح استخدم بها الفير، لانه شعري مو كلش سرح وبعض الاحيان ما يتملس كله بالشسوار، فاستخدم الفير. فالشباب اللي شعره يكون خشن انصحهم باستخدام الفير بعد ما يستخدمون السيروم. وهسه بعد ما خلصت من تنعيم شعري وتمليسه كله بالطريقه اللي شفتوها، اخر خطوه راح استخدم بيها المثبت، وراح اعلمكم الطريقه الصحيحه حتى توصلون للقصه اللي تريدوها. طبعا انا استخدم مثبت بايفلين، راح احط لكم الرابط بالوصف اذا تحبون تطلبوه. خلي هذه الكميه كلش كافيه. حتكون طريقه تصفيف الشعر بهذه الحاله، يكون على الجانب بهذا الجانب، ويكون هذه المنطقة تنفرق وبهذه الطريقة. ومن الضروري يكون عندك مشط يشبه هذا، تكون أسنانه متقاربة نوعا ما حتى تسوي لك التسريحة الرسمية بهذه الطريقة. يكون الفرق هم فقرة وهذه التسريحة. طبعا تقدر تضيف اضافه لهذه القصه انه تخلي خط بهذه المنطقه على اساس انه تفرق هذه المنطقه عن هذه المنطقه. اتمنى استفادتوا من فيديو اليوم، اكتبوا لي مقترحاتكم للحلقات الجايه بالتعليقات. تحياتي لكم.